بعدما سبق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن عاقب نادي الزمالك ونادي الإسماعيلي بوقف القيد في الموسم الجديد، انضم الثنائي المصري البورسعيدي ومواطنه نادي إنبي إلى قائمة الأندية المعاقبة بوقف القيد من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب قضايا مرفوعة من لاعبين ومدربين سابقين ضد تلك الأندية. وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من الفيفا يفيد بوقف النادي المصري البورسعيدي عن القيد بسبب عدم سداد قيمة مستحقات نادي قطر القطري في صفقة انتقال المهاجم النيجيري أنطوني أكوابوتو إلى النادي المصري البورسعيدي عام 2022. وانضم أكوابوتو من قطر إلى المصري مقابل 218,000 دولار، سدد المصري منها 150,000 دولار ولم يسدد القسط الثاني البالغ 68,000 دولار ليقوم النادي القطري بشكوى نظيره المصري أمام الفيفا. وقال مصدر بالنادي المصري أن إدارة الفريق البورسعيدي تواصلت مع نادي قطر القطري لتخبرها بأنه سيتم تحويل المبلغ المتبقي في الأيام المقبلة نظير تنازل الفريق القطري عن شكواه ليتم رفع الإيقاف عن المصري مباشرة. ومن ناحية أخرى تلقى الاتحاد المصري خطابا من المحكمة الرياضية الدولية بوقف نادي إنبي عن القيد لثلاث فترات بسبب مستحقات لاعبه السابق التونسي زياد بوغطاس والتي تبلغ 911,000 دولار.